عالم ألعاب الفيديو مليان بالمعلومات الغريبة والمثيرة، من أرقام قياسية وأخطاء لا تنسى لاتفاقات ملغية وأسرار مدفونة حرفيا. وفي هذا الفيديو حبيت أني أشارككم دفعة من المعلومات المتنوعة والغريبة واللي ممكن جدا أنك ما تعرفها. تيتريس لعبة رص الأشكال المختلفة والمعروفة، واللي على غير العادة ما كانت من اختراع وتطوير لا الاستوديوهات اليابانية ولا الأمريكية، لأنه تم تقديمها للعالم من قبل مهندس البرمجيات السوفيتي أليكسي باجيتنوف في 1984، وتعتبر واحدة من أنجح الألعاب مبيعا في تاريخ الصناعة، مع بيع ما لا يقل عن 400 مليون نسخة على مختلف المنصات. لكن المعلومة اللي مثيرة بشكل أكبر فتخص نسخة معينة من كل هذه النسخ، وتحديدا اللي كان يملكها رائد الفضاء ألكسندر سيربيروف، لأنه هذه النسخة على جهاز النينتندو جيم بوي، فتعتبر أول لعبة فيديو تغادر الكوكب ويتم لعبها في الفضاء الخارجي، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لهذا السبب. وعلى حسب كلام رائد الفضاء الروسي في رحلة الخارج الغلاف الجوي في يوليو 1993، وبما أنه ما يقدر يمارس رياضاته المفضلة مثل السباحة وكرة القدم، ففي لحظات الهدوء والراحة فكان يستمتع بتجاوز مراحل لعبة تيتريس على جهاز الجيم بوي في الفضاء. ايضا واحدة من الارقام القياسية المثيرة للاهتمام في عالم الالعاب فتخص واحدة من اجزاء سلسلة الرعب الاسطورية ريزيدنت ايفل، واللي بكل تأكيد واحدة من اهم الالعاب في التاريخ. لكن بالرغم من كون الجزء الاول من ريزيدنت ايفل في قصر سبنسر المرعب اللي صدر في 1996 سبب مهم في تطور العاب الرعب والبقاء، الا انها ما كانت تجربة كاملة الاوصاف وكان فيها عيوب صعب جدا انك ما تلاحظها، لدرجة انها دخلت موسوعة جينيس لكن مو بالشكل اللي كانت تتمناه كابكوم. والكلام تحديدا عن الحوارات الغريبة والسيئة في أغلب الأوقات بسبب ضعف الممثلين اللي تم استخدامهم، بالإضافة لحصول أخطاء في الترجمة من اليابانية للغة الإنجليزية وقلة القيمة الإنتاجية بشكل عام. والنتيجة النهائية كانت حوارات أبدا غير منطقية وما هي كلام يقوله أي شخص طبيعي موجود في هذه الظروف المرعبة والصعبة واللي تعتبر حياة أو موت. Oh, Barry. That was too close. You were almost a Jill sandwich. في عالم الألعاب من النادر جدا أنه يتفق اللاعبين على رأي موحد سواء كان إيجابي أو سلبي، فبالتالي لما يحصل إجماع غير مسبوق على رأي موحد واتفاق على تجربة أنها سيئة جدا، فهذا غالبا يعني أنها فعلا جدا سيئة. وهذا بالضبط اللي حصل للعبة ET The Extraterrestrial المبنية على فيلم الخيال العلمي بنفس الاسم اللي صدرت في 84، وحصلت على تقييمات جدا سيئة من الكل، وتم تصنيفها من قبل الكثير أنها الأسوأ في تاريخ الألعاب. لكن بالرغم من أنه هذا الإجماع مثير بحد ذاته، لأنه في معلومة أكثر غرابة عن هذا الموضوع، وهي الشائعات اللي لسنين طويلة تكلمت أنه بسبب سوء المبيعات فأتاري دفنت كميات كبيرة من اللعبة اللي ما حد اشتراها لتغطية الفضيحة. وبعد مرور سنين طويلة تم تأكيد هذه الإشاعة مع إيجاد أكثر من 700 ألف نسخة مدفونة في الصحراء في محاولة من أتاري لإخفاء أدلة الفشل الذريع اللي حصل. في بعض الأحيان في قرارات ممكن في وقتها تبان إنها بسيطة وغير مؤثرة، لكن بعد مرور السنين نستوعب قديش كانت مهمة وممكن تكون غيرت أشياء جذرية في الحياة. وصناعة الألعاب مليانة بهذا النوع من القرارات المصيرية. فمثلا لعبة الRPG اليابانية الشهيرة Final Fantasy 7 اللي تعتبر أحد رواد هذا النوع من الألعاب، فكان مفترض في الأساس إنها تكون حصرية لجهاز نينتندو 64، لكن لما استوعبوا سكوير إينكس الحدود التقنية للجهاز اللي ما زال يستخدم الأشرطة قرروا إنهم يتوجهوا للجهاز الأقوى في السوق في هذاك الوقت البلاي ستيشن 1، وتم الاتفاق مع بلاي ستيشن انها تكون حصريه لهم، وكانت بدايه علاقه مستمره لهذا اليوم بين العملاقين اليابانيين. والمثير بالموضوع اكثر انه سكوير اينكس ما اكتفت بانها تسحب على نينتندو وتروح للبلاي ستيشن، بل حتى سخروا من نينتندو وجهازهم في احد اعلانات اللعبه، مع ذكرهم انه من حسن الحظ انه فاينل فانتسي 7 اللي ممكن تكون من افضل الالعاب في التاريخ فراح تتوفر فقط على بلاي ستيشن، وانه لو كانت على جهاز يستخدم الاشرطه بدل السيديهات فكان ممكن تكلف 1200 دولار. انه كانت راح تحتاج عدد كبير جدا من الاشرطة عشان تستوعب حجم اللعبة. يذكر انه ايضا من القرارات المصيرية في الالعاب كانت بين نينتندو وبلاي ستيشن، لانه في وقت من الاوقات كان المفروض انهم يقدموا جهاز بشكل مشترك قبل ما يحصل انفصال بسبب اختلاف في التوجهات والاراء وينولد جهاز سوني الجديد البلاي ستيشن.
من الطبيعي والمعتاد أثناء تطوير الألعاب خصوصاً في المراحل الأولية أنه يحصل تغيرات على الفكرة الأساسية أو يتم إضافة أو إلغاء ميكانيكيات معينة أو حتى من الممكن أنه يتم تغيير اسم العنوان بالكامل. وبالرغم من أنه هذا الشيء ممكن يكون مخاطرة كبيرة إلا أنها في بعض الحالات كانت في محلها وكانت سبب في تقديم ألعاب جداً مهمة في الصناعة مثل لعبة باتمان من روكستيدي اللي كانت بعنوان أركم أسايلم، لأنه في المراحل الأولية كان المفروض أنها تكون لعبة أكشن إيقاعية بعدين تم تحويلها لعبة قتال ثنائية الأبعاد قبل ما يتم أخيرا الاستقرار على النوع اللي صدرت فيه لعبة أكشن ومغامرات من منظور الشخص الثالث، واللي أخذت كل الأفكار الأولية وحسنت منها وخلاها بداية لسلسلة مهمة واحدة من أمتع ألعاب الأبطال الخارقين. ايضا المغامره الشهيره والبحث عن كنوز الحضارات القديمه لارا كروفت بطله سلسله توم برايدر فمرت بعده تغيرات قبل ما يتم تقديمها بشكلها المعروف حاليا، لانه في الاساس كان من المفترض انه يكون اسمها لاورا كروز، لكن بعد اعاده التفكير في الموضوع تم تحويل لاورا لارا. وبعد البحث في دليل الهاتف لايجاد اسم بريطاني له وقع مميز، الاسم اللي تم ايجاده والاتفاق عليه كان لارا كروفت. ومن مغامره شهيره للسلسله اللي قدمت مغامرات عبر العصور اساسنز كريد، واللي ايضا التغيرات اللي حصلت لها في التطوير كانت سبب رئيسي في نجاحها بالشكل اللي حصل، لانه في الاساس الخطه كانت تطوير لعبه فرعيه من عالم برنس اوف بيرشيا بعنوان اساسنز، لكن بعد سنه من العمل على المشروع تم فصله عن امير فارس وتحول لسلسله جديده بحد ذاتها. واتوقع انه يوبي سوفت جدا سعيدين انهم اتخذوا هذا القرار المفصلي لانه قدم واحده من انجح العابهم لدرجه انها تقريبا نقدر نقول قتلت امير فارس وشالت منها اي اهتمام متبقي من الناشر والمطور الفرنسي. من المعروف انه سلسلة مورتال كومبات الشهيرة من انجح العاب القتالات في صناعة الالعاب، لكن اللي مو معروف بشكل كبير انه الجزء الاول من السلسلة اللي تم تطويره في 10 شهور من قبل 4 اشخاص واللي في نص هذه الفترة كان حتى بدون عنوان، فكانت سبب مهم ورئيسي في اختراع نظام التصنيف العمري للالعاب، لانه بسبب اللقطات العنيفة والدموية وكثرة الشكاوي من الاهالي على الموضوع فتم اختراع نظام التصنيف المستمر لهذا اليوم. وبالتالي نقدر نعتبر انه مورتال كومبات فتحت الباب لالعاب تقدم تجارب اكثر عنف ودموية وإنها تكون مخصصة للبالغين فقط. أتمنى أن هذا الفيديو الخفيف والمعلومات الغريبة والأسرار المدفونة والأرقام القياسية كانت ممتعة بالنسبة لكم، وكالعادة شكرا على المشاهدة.